السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، آج ہمارا آٹھویں پارے کا آٹھواں رکوع شروع ہے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکون کے بٹن کو پریس کریں، میری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکرا للمؤمنین، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون، وکم من قریۃ اہلکناها فجاءها بأسنا بیاتا او هم قائلون، فما كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمین، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون، ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون، صدق الله العظيم۔